ماذا يقرأ المصلي في سجود السهو؟ أي هل يقرأ التشهد أم يسجد سجدتين ثم يسلم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا كان السؤال عن نفس السجود فإنه يقول فيه ما يقول في سجود الصلاة، يعني يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك مرتين أو ثلاثا أو أكثر، وأيضا يدعو الله سبحانه وتعالى على فيه كما يدعو الله في سجود الصلاة. وأما إذا كان السؤال عما يفعله بعد سجود السهو إذا رفع من السجدة الثانية من سجود السهو، فإنه يسلم في الحال ولا يأتي التشهد، أنه يكفي التشهد الذي أتى به قبل سجود السهو. جزاكم الله خيرا.